هذه ولاء السلامين مراسلة القاهرة تنضم إلينا من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. ولاء أهلا بك معنا. الأحداث تقول أن هناك ما يسمى بالتصعيد في مدن الضفة الغربية، ولكنه تصعيد قد يختلف عن التصعيد الذي رافق ما كان يدور داخل قطاع غزة. صفي لنا وما هو موضع المقارنة بين الاثنين؟ نعم صحيح، بالذكر ما بين قطاع غزة والضفة الغربية حين نشهد هدم لبيوت ومنازل فلسطينيين نشهده أيضا في قطاع غزة، ولكن بقصف وتدمير سواء بقصف جوي أو حتى مدفعي في قطاع غزة. في الضفة الغربية أيضا تخريب للبنية التحتية من قبل قوات الاحتلال حين تقوم باقتحام عدد من البلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية. كذلك الأمر عندما يتم تفجير المنازل الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا نتحدث عن المسيرات التي تقوم قوات الاحتلال بإطلاقها في الضفة الغربية للاغتيالات الفلسطينيين. أيضا في قطاع غزة يتم ذلك باغتيال الفلسطينيين أينما تواجدوا، سواء أطفال صغار نساء وغيرهم من الفئات من قطاع غزة. ما يجري في الضفة الغربية هو الضم الصامت وأيضا الإبادة الجماعية الصامتة في الضفة الغربية. الآن قوات الاحتلال تقوم باقتحام مدينة طول الكرم، لا سيما أن في الساعات الماضية كان هناك اقتحام لعدد من البلدات والقرى الفلسطينية في مدينة طول الكرم، ناهيك أيضا عن عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا برصاص الحي وقد تكتلوا في قسرة جنوب مدينة نابلس وأيضا جنوب مدينة الخليل وقلقية. قلقية يعني نتحدث عن حصار مطبق من قبل قوات الاحتلال. لازالت قوات الاحتلال تبحث عن منفذ العملية التي حصلت الأسبوع الماضي، ونتحدث عن إصابة لثلاثة جنود بين إصابات طفيفة ومتوسطة في مدينة قلقية بالتحديد في قرية بني الياس، ولازالت قوات الاحتلال تبحث عن منفذ هذه العملية. لذلك نشهد التصعيد في مدينة قلقية أكثر من غيرها من المدن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، لا سيما أيضا مدينة جنين التي شهدت صباح هذا اليوم إطلاق النار على ثلاثة شبان في قرية فقوعة. أيضا بمزيد من الأخبار أيضا نتحدث عن انتهاكات المستوطنين الذين قاموا بإطلاق النيران على منازل الفلسطينيين في وادي فكين بمدينة بيت لحم، ولا زال أيضا الاحتلال يستولي على أراضي الفلسطينيين. على سبيل المثال في منطقة سكاكا شرقية سلفيد قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على 8 دنومات للفلسطينيين، وذلك لشق طرق استيطانية والتوسع الاستيطاني وبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. لذلك هو الشأن ذاته ما يجري في قطاع غزة، والحصول على مزيد من الأراضي الفلسطينية واحتلال قطاع غزة من جديد والآن في الضفة الغربية لبسط وإحكام السيطرة الكبرى على الفلسطينيين وعلى الأراضي الفلسطينية، والنية هي التي أصبحت واضحة للعيان هي ترحيل الفلسطينيين أينما تواجدوا سواء في الضفة الغربية بقطاع غزة، ولا سيما نستذكر ما حصل في الشيخ جراح في القدس المحتلة حينما كان هناك الاستيلاء على أراضي على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، ولا زالت قوات الاحتلال تعمل ماضيا قدما بالاستيطان في الضفة الغربية. ولا ذكرتي في معرض حديثك عن الضم الصامت، ماذا كنت تقصدين بهذا المصطلح؟ في الضم الصامت في أراضي الضفة الغربية، والعنوان الكبير في الضم الصامت هو في أراضي الأغوار الشمالية، حيث تقوم قوات الاحتلال بالتمهيد لبناء مزيد من الغوار الاستيطانية في الضفة الغربية لا سيما في الأغوار الشمالية. هناك تجمعات بدوية تم تهجيرها من تلك المناطق والاستيلاء على هذه الأراضي لصالح المستوطنين، بما فيها عندما نتحدث عن وجود كرفانات أو حتى خيام للمستوطنين في تلك المناطق، وذلك يعني تمهيد لوجود بؤر استيطانية جديدة. منذ 7 أكتوبر استولت قوات الاحتلال على آلاف الدنومات لصالح المستوطنين والاستيطان، لا سيما أن بيسيل سموتريش الذي أعلن وزير المالية
على الإعلام الإسرائيلي أنه يعي جيدا أنه يريد البناء من شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها بناء مزيد من المستوطنات، أي مزيد من التهام أراضي الفلسطينيين، وذلك بحجة أن هذه الأراضي إما مملوكة لدولة الاحتلال وهي أملاك للدولة، أو حتى هي قريبة من القواعد العسكرية ولا يمكن للفلسطينيين البناء عليها، ويمكن أيضا للمستوطنين بعنوة السلاح بالاستيلاء على هذه الأراضي. هذا يعني الضم لأراضي الضفة الغربية، وهي تقول للعالم وأيضا للولايات المتحدة أنها لا تقوم بهذا الشأن في أراضي الضفة الغربية، ولكن عندما يأتي أي سائح أو حتى متضامنين في الضفة الغربية يستطيعون أن يروا كيف زاد التوسع الاستيطاني، كيف يحصل المستوطنين وأيضا قوات الاحتلال على هذه الأراضي وبناء مزيد من الأراضي، بناء مزيدا من المستوطنات في الضفة الغربية. لذلك نتحدث عن هذا الضم، هو الضم الصامت، أي قوات الاحتلال وأيضا اليمين المتطرف لا يستطيعون القول على وسائل الإعلام الغربية وحتى الأمريكية بأنهم فعليا يقومون بالضم والتوسع الاستيطاني، لأن ذلك يعني أن يحول دون وجود وقيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، ونحن نعلم أن القرارات الدولية والقوانين تحث على قيام دولة فلسطينية على أراضي 67 على 4 حزيران عام 67، وذلك يحول دون قيام دولة فلسطينية بوجود الاستيطان، مما يجعل الدولة الفلسطينية هي مترامية الأطراف ولا تستطيع قيام أي دولة هي ممزقة الأوصال أن تقوم هي دولة وأن تكون معترف بها دولة. إذن هذه هي ولاء السلامين مراسلة القاهرة، شكرا لك يا ولاء، إذ كنت معنا من مدينة رام الله بالضفة الغربية.